انت اخر شغله بتتمناها انك تحكي مع ابنك. تفضل. اياد يا حنان، والله والله العظيم ما قتلت، والله العظيم انا ما قتلت. طب دي اخر حاجه، اسمع صوته، اسمع صوته. اخر طلب بطلبه منك. مش هتكلم. بودعك يا ضنا انا وبخليك، عسى عيونك ما تشوف اني كادي. انا لي الله وانت الله يخليك، تفرح وتمرح وتشوف السعادة، وان كان مالي في حب وكان مالي في حبك حظا بعطيك، كل العمار بهديك وفوقك لادي. عساك تعود وتذكر عطرة مضيك، وتكون من الذكرى عندك شهادة. بودعك يا الضنا انا وبخليك، عسى عيونك ما تشوف النكادة. انا لي الله وانت الله يخليك، تفرح وتمح تشوف السعادة. خلاص لا لا لا. بالنسبة لمحمد عباس اليوم، أنا لقيت إنه الانتربريتاسيون، الأداء تبع الغنية كتير حلو. غنى هو عم بيعبر عن شو عم بحس، الإحساس واصل كان كتير منيح. بده يرجع، بده يضل ينتبه على الكاركتير النزال اللي عم يطلع بصوته لما عم بيشد، مثل كأنه عم بيحط صوته نزال حتى يشقل صوته عن الأوتار الصوتية وما يأذي، سو عم بيطلع نزال. واللفظ بعد بده شوية يكون دقيق أكتر، لأنه بالأول أول جملة جملتين كنا كثير بدنا نركز لنفهم الكلام، وينتبه ما بقى يقطش الأفلات تبع الكلمات أوقات، لأنه كمان عم بيشيل نص الكلمة بالآخر، ما عم نعرف كيف عم إنه شو هي الكلمة. بس أنا حبيت كثير الأداء اليوم. مشهد محمد كان كثير حلو وأدائه كان حلو، بس في بعض الأوقات النوتة عم بتزيح من محلها لأنه بيشد على صوته. هيدا مع الخبرة كله بيروح، بس إجمالاً بيشتغل حلو محمد بصفوف. واضح إنه غنى كتير حلو بإحساس وبصوت حلو. الفكرة حلوة إنه رايح على الإعدام. هلأ بعضهم يعني كتابة النصوص شيء كتير صعب، يعني لازم إنه رفايالي يقول له حتى نحن نفهم إنه بدك تحكي مع ابنك قبل مدري شو، مع إنه بعدين كان بلاها لأنه رح نفهم. بيرجع بيقول لمرته أنا ما قتلت، بدل ما يقول لك خلصي خلصت القصة أنا قتلت أو ما قتلت، لأنه رايح ينعدم يعني. بس كيف حكي مع ابنه، كيف ما حكي، منع حاله يحكي، يعني كان مؤثر. ومن أحسن الإيفاليت تبعه هو لمحمد يلي أنا شايفته، حسيته غنى كتير حلو، وكمان صوته كان عم بطاوع الإحساس. هيدا شيء حلو يعني كتير مهم اليوم، هيدا اللي كان بدنا إياه، نشوف قديش إحساسهم بيقدر يطلع بالغنى، لأنه كمان الغنى مش بس صوت بطبقات، كمان الغنى إحساس وكاركتير معين. الصوت له كاركتير مثل ما الإنسان له كاركتير. بالنسبة لمحمد عباس كتير كان مؤثر هالشاب، إحساسه كتير قوي، عنده أحاسيسه وبيعرف يعبر عنها. هلأ شوي وقع بالميلودراما، يعني شوي هيك يعني
زيادة الموضوع المأساوي والبكي ولكن إجمالا عرف يعني عرف يمرق لنا إياهن، يمكن لأنه كمان الوقت قصير إنه دقيقتين، لو أطول كنا يعني كنا تعبنا. الوحيد يلي ما غنى التليفون مفتوح، الوحيد يلي كان مميز إيفال تبعه إنه سمع صوت ابنه هاللحظة كتير جميلة لما ما قدر يحكي وسكر الخط واستعمل تعبير غنائي، يعني عبر عن حزنه بالغنى. وكنت بتمنى لأنه استعمل هيدا الأسلوب إنه ما يتطلع فينا ولا لحظة، يضل محصور بال يعني بالسلول تبعيته. طبعا اكيد ما كنا بحاجه بالاول نعرف انه اخر شخص اول بدك تحكيه هو ابنك، لانه مثل ما قلتي كلوديا كمان توضحت على التليفون، ولكن هيدا ديتاي ما بيأثر. كنت تمنيت لكان يضل بعالمه ما يشاركنا، يعني ما نحسه انه هو بمكان عم بغني لجمهور، ما يطلع فينا نهائيا، نحسه بهالزنزانه لحاله ريع على الاعدام. وعلى فكره ظهرته كانت كتير جميله، كيف اجوا جرجروه كيف اخذوه. يلي انقذ هالمشهد من الميلودراما او من هيك الاحاسيس القويه هو اسره، وجميل يعني منيح الدوز تبعيته منيحه. فكره مميزه انه اول شيء اول مره بنشوف انه حدا ما يعني بيسمع صوت ابنه مش قادر يحكي، يعني ما حكي ولا غنى على التليفون، غنى بس سكر مثل ما قالت باتي. بس أنا شفت أنه كان في شعرة بين أنه هذا الغناء أو هالغنية تطلع تأثر فينا كتير، واللي هو الريتم أو الإيقاع، استعمل شوي سرعة فيها، كانت بتحمل أنه يحكي أو يغني بطريقة أروع شوي، لأنه الغنية كتير فيها أحساس كتير فيها مشاعر، حط من أحساسه وعمل إكسبريسيون كتير. بس أنا كنت بشوف أنه بعد بتحمل شوي تكون أبطأ. بالنسبة للنهايات الجمال في أوقات عم تفلط منه العرب، مش مشكل لأنه كان في تأثر يعني مبين واضح جدا، كان في إحساس كان في مشاعر، ولكن بفضل أنه من المرات التانية يعرف يختار الإيقاع المناسب تقدر يوصل كل الإحساس بدون ما يكون فيه ولا عائق، لأنه فعلا إحساسه وصوته أصوات كتير حلوة.